يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء الذي ذكره عثمان ابن حنيف وقت الضرورة؟ وماذا على من دعا بهذا الدعاء من الإثم رغم أن الذي قد دعا به قد قضيت حاجته؟ قد قضيت حاجته أجبنا عنه، إن هذا لا يدل على الجواز، وهذا ذكره الشيخ فيما سبق. والدعاء عند الضرورة أن تدعو الله بحاجتك، يا من يجيب دعاء المضطرين، يا أرحم الراحمين، يا، ولا تدعو بما دعا به الأعمى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تدعو بهذا، وإنما تدعو بحاجتك إلى الله عز وجل، مثل ما قال أيوب عليه السلام: يعني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتدعو الله بحالتك وضرورتك وفقرك، تتوسل الله بذلك. نعم.